معايا على التليفون نجمنا كابتن احمد ابو مسلم، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. كابتن احمد مساء الفل. اخبارك ايه؟ كله تمام، انت عامل ايه؟ والله الحمد لله. انا لسه اليومين اللي فاتوا عمال كل شويه عمال اعيد الفيديو بتاعك، هتروح فين هتروح فين، فلحد دلوقتي الواحد مش قادر يمسك نفسه يعني. ده بتاع رئيس اتحاد الدراجات. والله البنت يعني كانت هتروح فيه، قال لي هتروح فين. انا لحد دلوقتي بموت من نفسي، مش عارف انت كنت ماسك نفسك ازاي. ما انا كنت بحاول احل، ما القصه مش قصه ان هو الراجل يعني اقوم ده، بس في الاخر بقى دوست بقى، ما كانش عندي حل طبعا يعني. حاولت يعني بقدر الامكان ان حاولت الراجل اصلح الحال يعني، ده، انا لقيت الدنيا الراجل مش بعيده عارف يعني. الواقع اصلا. لا هي كمان حتى الكلام ما بتتكلم معانا يعني، كنت شايف يعني حتى بتقول يعني طب الواقع، قال لك ما ده عادي تقع، قال لك تقع عادي. لا، وقصد البنت التانية قصدي يقول لي عادي. ما هي العمليه صعبه شويه. يعني عشان كده بعد كده اضطر الدولة تتدخل، من خلال الوزارة واللجنة الأولمبية تدخلت وخدت القرارات السليمة. يعني احنا عندنا طبعا اتحادات، بص عندنا مسؤولين واتحادات محتاجة يعني تغيير، ومحتاجة المشاهد تتغير. وزي ما قال الوزير كده في تصريح خطير، انا بعتبره من اخطر التصريحات والله، ان انت محتاج مسؤولين على قدر مصر ما بصراحة. هي دي يا استاذ محمد زي ما حضرتك بتتكلم، اللي احنا عندنا نهضه في جميع المجالات في مصر الحمد لله بتشهد طفره كبيره جدا، بس احنا عندنا لازم مشكلة في في الرياضة. ثوره تصحيح في الرياضه في كل مظبوط، المجالات في الرياضه بالظبط. معاك حق والله يا كابتن، معاك حق. دلوقتي مباراة بكرة مودرن سبورت، شايفها ماتش من الماتشات اللي الاهلي هيعديها عادي، زي الماتش الاهلي كسبان 13 ماتش ورا بعض، منها بقى بيراميدز والزمالك حتى لو ما لعبوش بس خد الثلاث نقط وانديه كبيره جدا. يعني هل مودرن سبورت يمثل يعني فريق صعب على النادي الاهلي بكره، خصوصا انه مع الكابتن طلعت عمل نتائج كويسه، وكمان على فكره يعني من اقوى الدفاعات اللي في الدوري، دخل فيه 21 جول بعد بيراميدز 20 جول، بعدين مودرن 21 جول، يعني حتى الاهلي دخل فيه 22 جول، مودرن 21 جول بس، يعني من يعني تاني اقوى دفاع في الدوري المصري. اكيد طبعا استاذ محمد الماتشات اللي جايه مع النادي الاهلي هتبقى صعبه جدا يعني، لو بتكلم عن النادي الاهلي بس انت بتتكلم عن النادي الاهلي والنادي بيراميدز هيبقوا عندهم ماتشات كؤوس، لازم الفتره اللي جايه كلها النادي الاهلي بنتكلم عليه مودرن، فرقه كبيره، فرقه عندها حلول، عندها امكانيات، فرقه مميزه كمان. ضيف على كده كابتن طارق يعني كابتن طلعت طلعت يوسف يوسف اداهم اسلوب دفاعي كمان، خلي بالك مودرن كانت فرقه هجوميه بشكل كبير جدا اول الموسم، مظبوط. فعشان كده تلاقي عندها حلول كتير جدا، تلاقي عبد الكبير الوادي بيعدي، هتلاقي عندهم عاطف، عندهم امكانيات لعيبه مميزه جدا، بس الحته الدفاعيه كانت برضه كان مفقدينها شويه، دلوقتي مظبوط عندهم اتزان بين الدفاع والهجوم دلوقتي، فالماتش بكره هيبقى صعب. مظبوط. فانا شايف الماتش يعني في كلتا الحالات لازم النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه دي يقدر يخطف من اول، هتقدر تخش الفرقه في الجيم معاك بشكل كبير هيبقى عندك مشكله. فانا شايف بس كولر اللي هو روتيشن الكتير اللي بيعمله يعني في اماكن معينه مميزه يعني، هو فاجئنا الماتش اللي فات بخالد عبد الفتاح واشتغل بكويس وادى اداء كويس، بس احنا بنتكلم اللي احنا عندنا مشكله يا استاذ محمد اللي النادي الاهلي على طول بيلعب 4 2 3 1، فانا لازم العب بواحد 10 عشان يقدر يوصل لي من همز الوصل بين الخط الهجومي ونص الملعب. خد بالك، فامام هو بيلعب، هو امام هو بيلعب 4 3 3، لما بيحب يحولها 4 2 3 1 بيخلي امام يزيد يبقى تحت راس الحرب، لما بيحب يخليها 3 امام بيرد وبيلعب مع اكرم ومروان على في نص الملعب. ماذا وامام حضرتك بتقول كده؟ امام بيعمل دي، بيعمل دي بس خلي بالك في كل الاوقات بيطلع على الجناب يعني، بيطلع يا اما على اليمين يا اما على الشمال، امام هو عدلته كده امام يعني بيطلع، عدلته كده مظبوط. فدي مشكله. فعشان كده حتى الماتش اللي فات لما التغييرات على النادي الاهلي عملها في ماتش بيراميدز كانت السيطره فيه لما نزل يعني، قفشه الهدف بتاع قفشه منين؟ يعني ثالث من لمسه ولا القلب ثاني لمسه؟ من نص النص فاضي. فعشان كده مظبوط. بنتكلم اللي احنا يعني التغيير والتشكيل لازم يكون مميز الفتره اللي جايه دي عشان مش هيحتاج بقى يعني، انت خلاص الفتره اللي فاتت انا شايف النادي الاهلي بالمؤجلات اللي حصلت والماتشات اللي كانت اللي كانت اتاجلت شويه ادت يعني عليه انت شوفها بشكل بتقول كبير. مثلا ان امام يقعد وقفشه يبدا، قصدك كده؟ طبعا يعني امام، انه الناس بتبقى شايفه ان امام مثلا من افضل لعيبه مصر دلوقتي، حلو، لدرجه بس انه لما اتطلب في المنتخب الاولمبي الاهلي قال لك لا انا ما اقدرش استغنى عن امام في المرحله دي. هل انت بتقول انه يقعد ويلعب قفشه؟ طبعا يا استاذ محمد الاحسن يلعب، انت خلي بالك لازم تعمل منافسه وده اللي احنا شايفينه. لا خلي انا بالك فاهم، انت بتتكلم عشان قفشه احسن من امام ولا عشان طريقه لا لعب الفتره دي او طريقه اللعب كولر بتاعت كولر هي بتفرض دي ان يبقى في رقم 10 صريح؟ بس زي ما حضرتك بتقول كده هي النقطه دي دلوقتي اللي انا بغير الشكل. تاني حاجه خبرات قفشه في الحته دي مميزه، تاني حاجه ضيف على كده كمان امام عاشور لازم برضك يبقى يعرف ان في حد بلغه الكوره كده بيدبب وراه يعني، في حد بينزل وبيقدر انت حاسس ان امام بعيد شويه الماتشات الاخيره؟ الاخيره فقد، لان حاسس هو فقد تركيزه الفتره الاخيره صراحه يعني، الفتره اللي فاتت لما كان بادئ مع النادي الاهلي بشكل مميز كان مؤثر، هو مؤثر بشكل كبير، هو لعيب مميز، بس الفتره الاخيره اتجه لحاجات مختلفه يعني، حاجات انا شايفه حتى تركيزه في الملعب قل،
فانا شايف لا الفتره دي الاحسن يلعب عشان تعمل منافسه، عشان قفشه يقدر يدخلك في الجيم، هم يشدوا بعض، دي المنافسه الموجوده، ما دي لصالح الفرقه. انت تحفظك على امام يعني، انت انت يعني شايف امام اذا حصل تراجع ليه في وجهه نظرك يا كابتن؟ بيبقى حاجه كذا حاجه يعني. اول سبب ان اللعيب خلاص ضمن لكل ماتش اسمه محمد انا هلعب، يعني انا وحش حلو هلعب، فتلاقي ما عندوش جديد، هو خلاص هو عارف هيلعب والدنيا شغاله بشكل كويس. وخلي بقى حضرتك، انا ما قلت لك حتى كان اول موسم امام جه قلت لك حتى كولر قعد معاه قال له انت لازم تموت نفسك عشان تلعب. فامام ساعتها كان بادئ بشكل كويس وكان مؤثر فتره فاتت على كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي، مميز جدا. الفتره اللي فاتت ما فيش حد ما عندوش مشكله، فعشان كده قاعد بيت على كده. الظروف بتاعت افشل حصلت، الظروف اللي هي بتاعت اللي هو ما بيلعبش ووجهه النظر بينه وبين كولر فديته اللي هو يريح بشكل كبير. ففي حاجات كتير باينه، اللي هو حتى احنا من امام اول لما جه ما كانش فيه طريقه شعره، انت بص بره طريقه الشعر دي بره تبين لك لا عادي يعني جدا، الراجل يعني مش الموضوع بالنسبه له عادي، هلعب برضك ما عنديش مشكله. حتى هو طالع، وطالع زعلان، مفيش حاجه اسمها طالع زعلان، انت بتلعب في النادي الاهلي. فانا بتكلم اللي هو لازم يكون مركز، لو مش هتركز بشكل كبير مش هيبقى ليك مكان في النادي الاهلي. هو انت بتقول ايه شعره؟ اه شعره هو كان عامله اصفر، دلوقتي بقى ضفاير. ما هو بقى انت قبل كده ما كانش في حاجه خالص. يعني اول لما كان بدا كان بيبتدي يحفر في الصخر كانت الدنيا كويسه، ما كانش في حاجه من كلام من ده خالص. لما جاب 3 4 اجوان الدنيا اختلفت. دلوقتي عمل مشيت اصفر، دلوقتي بقى عمل شكل بطريقه مختلفه. الدليل على كده اللي الكابتن خالد بيبقى خصم منه فلوس، اللي انا عارفه يعني معلوماتي اللي هي خصم فلوس بسبب التسريحه الجديده بتاعت الضفاير دي. وروا لنا كده يا شباب بسرعه فعلا. طبعا فدي معلومه عندي، يعني انا عندي المعلومه دي، وعندي معلومة الثانيه زي بقول لك عليها اللي قال ديانج، المشكله كلها الموضوع المادي، يعني الموضوع المادي للنادي اللي هو النادي السعودي اللي هو نادي الخلود، خلود السعودي. بس هو شبه انتهى الموضوع يعني. هو كان مشكله بس في النادي الاهلي شايف المبلغ اقل شويه، المبلغ اقل من اللي هو محطوط يعني. يعني امام عامل تسريحه فيها ضفاير بصراحه، ما برضه زي نجوم عالم يعني. انت شايف ان هي برضه ما تنفعش مش كده؟ انا شايف التوقيت يا استاذ محمد، انا ما عنديش مشكله انت تبقى حر، يعني دي حريه قبل ما بتادي في الملعب ما عنديش مشكله. انا كنت محترف بره اما كنت تعمل شعرك ما عنديش مشكله خالص، بس انا اتكلم في التوقيت. انت مخلص امبارح الماتش متاخر جدا، طب انت رحت عملته امتى؟ انت المفروض يعني تعمل قعده شفا، تقعد في بيتك تريح، يعني تنام بدري. انت خلصت الماتش متاخر، ماتش بيراميدز خلصان الساعه 12 على الاقل، 11 ونص 12 مظبوط. فانا يعني هطلع من الساعه 12 بعد الماتش وعامل مجهود اروح اعمل عشان احلق شعري او اعمل شعري، دي بتاخد ساعه ولا ساعتين اقل حاجه دي. فالموضوع انا شايف لا ده عدم تركيز وعدم مسؤوليه. يعني لا دلوقتي انا دلوقتي بتكلم في طول الدوري، انا خلصت خلاص بطوله افريقيه تمام التمام، بس النادي الاهلي كل يوم في جديد هتتحاسب على كل بطوله، مش هينفع تاخد بطوله وتقعد 60 سنه ما تاخدش بطوله. طب هل انشغال امام بالحاجات دي يعني؟ امام الفتره الاخيره كان عنده مشكله المول، قبلها ما اعرفش ايه، النهارده قارين خبر ان عنده ابن اخو زوجته عنده مشكله في نادي الزمالك، الشعر وتغيير تسريحه الشعر. انت بتشوف ان الحاجات دي تؤثر على تركيز امام عاشور؟ هي بتفرق مع ناس وما تفرقش مع ناس ثانيه. خلي بالك انا كنت يعني انت خلي بالك محمد كان معانا عماد متعب، يعني عماد متعب يعني ده يعني النجم الخط الهجومي كله، تمام. كل شويه كان بيحصل له ضغوط، يحصل له حاجه، بس عماد متعب في الملعب حاجه ثانيه. بس هو بيديك الانطباع كده في الشخصيه بتاعته، بيعرف يفصل. في ناس ما بتعرفش تفصل، يعني امام من نوعيه اللي هو مش مبسوط هيبان على. توجه له نصيحه لامام؟ او اوجه له طبعا، اقول له لازم الاول تشتغل على النادي الاهلي وتشتغل تعرف النادي الاهلي مؤسسه ومنظومه، اللي هيخل في اي طرف منها او سيستم فيها مش هيبقى موجود في النادي الاهلي، مش هيبقى ليك موجود في ال 11 حتى او ال 18 الموجودين. فلازم يعني ضيف على كده اللي انت عندك ثقه كبيره وعندك سبورت من جماهير النادي الاهلي، فانت المفروض الثقه دي تاخد خلاها في الملعب، ما ينفعش تمشي على سطر وتسيب سطر. ورغم كده امام برضو من المؤثرين في الاهلي يعني، ما حدش ينكر. طبعا هو احنا استاذ محمد احنا عارفين ان هو لعيب مؤثر جدا، وانت حضرتك قلت النادي الاهلي رفض ان هو يروح الاولمبياد. ليه؟ الفتره اللي جايه الماتشات كلها ده بلعب طول الدوري، فانا طبيعي ان انا عندي لعيب مؤثر لازم كل ماتش عندي حلول ممكن يكسبني، بس لو هو عايز. يعني احنا بنتكلم امام دلوقتي الفتره دي لسه انا مش شايفه ميزان بدا مع النادي الاهلي. تمام. طب كابتن احمد ليك يعني توقع لنتيجه ماتش بكره الاهلي ومودرن سبورت؟ والله انا اتوقع النادي الاهلي يكسب، يعني يكسب 1-0 يعني. فرق جول بس. الماتش مش هيبقى سهل يعني. مش هيبقى سهل خالص، وانت اللي يضيف على كده زي ما قلت لك كابتن طلعت يوسف اسلوبه يعني صعب جدا، دفاعي بحت، فطبيعي هيبقى الموضوع صعب، مش هيبقى فيه فرص كتير. النهارده ظهر تاني في القايمه محمود كهربا، ظهر بيرسي تاو بعد غياب طويل الاثنين.
ما دي حاجة، دي حاجة مبشرة طبعا، نبتدي ترجع تاني كهربا ويرجع تاني، احنا عارفين ان كهربا بالتزامه. والحاجة الأحسن شايف بيرسي ده، وكان مؤثر بشكل كبير الفترة اللي فاتت مع النادي. يعني احنا بنتكلم الفترة اللي فاتت اللي كان مخلي الدنيا ماشية بشكل كويس، حسين الشحات فاق شوية، بقى يجيب أهداف، بقى يصنع. فبيرسي تاو من مفاتيح النادي الاهلي، ما فيش غنى عنه يعني. فانا شايف رجوعه هيبقى اضافه كبيره للنادي الاهلي طبعا. تمام. كابتن احمد ابو مسلم، انا بشكرك شكرا جزيلا، نجم النادي الاهلي منتخب مصر الاسبق.